الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم من في الأرض ارحمكم من في السماء، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة أولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. الوصية التي وصى الله بها عباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله لنا أن نتقيه، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر البدع والمخالفات. أسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.